بغداد في مواجهة الفرح، كأن شيئا لم يحدث، حياة على حالها. فالناس هنا ألفت منظر سيارات الجيش والشرطة تنتشر في الشوارع وقرب المطاعم مع كل عيد. أغلب الأمنيات ترنو نحو توفير أبسط الخدمات في بلادهم، هكذا يقول العراقيون. رغم ذلك تتشابك الأيادي وتحضر التهاني. والله إنجازات أكو، بس مو ذيك الإنجازات، هي أهم شيء عندنا إحنا الكهرباء. هسه مأذيتنا الكهرباء والمي يعني قليل، وإن شاء الله للأحسن للأحسن. مواقف السياسة المعقدة التي فقدت نوعا ما سيطرتها على الشارع لم تبدد القلق من مستقبل هذا البلد وهو يعيش أيام العيد. تموت الحروف حين نريد أن نعبر عن فرحتنا بأن نكون بهذا العيد كأسرة واحدة، أسرة عراقية واحدة نهضت من ركام الحرب. أما العوائل التي تمارس طقوسها الاحتفالية الخاصة بالعيد فهمهم الأمن، أمن استقر نوعا ما مؤخرا، لكنه لم يمحو الخوف من تقلبات سياسية وأمنية تتحكم فيها أحزاب وفصائل مسلحة. محمد فاضل، الغد، بغداد.